هي ليست منطقة نائية بل هي في أطراف الديوانية، يقال عنها إنها التمر الصحي. الأغرب هنا أن هناك أسر تعيش وتعتاش من خلال نبشها بالنفايات وجمع ما يصلح للبيعة. حين تأتي هذه المركبات المحملة بالنفايات وتلقي بها في محطتها الأخيرة، فإن التسابق والتدافع يبدو واضحا لمن يحاول إيجاد ما ينفع للبيع وسط تلك الأكوام المتجمعة. نسوة وشباب وصغار يشتركون بنفس العمل والمصير. وربما ما يثير الدهشة أن الذين يعملون في النفش يسكنون تلك المنطقة المليئة بالأمراض والروائح الكريهة منذ سنوات طويلة، وليس لديهم من حل آخر ليكون سكنا لهم أو مصدر عيش يعتمدون عليه. عدسة زميلي المصور وثقت عن قرب كيف هو حال البيوتات هناك، فالواقع المزري لا يحتاج مني كلمات أو تعليق. هذه العجوز وبعد مرضها الأخير أصبحت لا تدرك ولا تميز شيئا في هذه الحياة، ولا تتذكر إلا من ودعتهم منذ زمن بعيد. قبل أشوى أشتغل هسه معكم، ظلت تعدي وساسية زيت، لا ولد لا أخو لا، ماتوا مشوا ياركم الله. ولم يتردد النباشة كما يطلق عليهم من البوح بمعاناة من التي لا تنتهي وحياة من التي لا تخلو من الصعوبات. هاي معيشتنا على النفايات، لا ماي ولا كهرباء ولا دار، خلف الله على هاي القوات نلقط منها نبيعها ونجي من نغميس بها، كل شيء ما عندنا. زين شلون عايشينكم هنا؟ عايشين الله معيشنا. مليت؟ انا ما اقول لك مليت. ليش مليت؟ مليت جونا وصورنا وسولفنا وما في فايده. اي يعني ايش اسولف ادوخ روحي؟ خالي بلاش. يعني ايست من الحكومه؟ ايسنا نهائيا؟ النهايه قفل. عائلتنا عايش على الزباين، لا يقدرون يمشون للمفاخر، لا يقدرون يمشون العمال، ما يعرفون. وعيشتهم على الزباين، الفافون، على الغواطي. عايتم هنا اكيد مرض. مرض مرض عندنا الله ويا الله يرفع. شلون داري؟ لا انا مررك للطبيب. اللهم بارينا على العيشه هذه. ما عندنا غير هذه، كفي لك الله. لقط بالزباين وحال الضيم وعرب، احنا ذولا بينا 10 بيوت، الله وكلك جات لنا الضيم والعطش وكل شيء ما عندنا. لا عندنا بيوت، لا عندنا كل شيء ماكو. شلون عايشين هنا؟ والله ناكل من الزباين. شلون؟ ناكل من الزباله كان ما عندنا. كل شيء ما عندنا، هن على قويطيات عود كل شهر يا الله نبيع ونروح نجيب لنا مسواق. هؤلاء الصغار لا يدركون كيف سيكون مستقبلهم، خصوصا وان ادركوا جيدا بأن مصيرهم هو النبش والنفايات والدخان المتصاعد. من منطقة التمر الصحي في الديوانية، محمد حسن، قناة التغيير.